الفيديو اللي فات خلصنا الموديلنج للأعمدة بتاعة المنشأ اللي عندي. هبدأ دلوقتي أتعلم إزاي إن إحنا نعمل السملات اللي بين القواعد وبعضها. هنروح على لوحة الأوتوكاد، دي أهم حاجة زي ما قلنا، اللوحة اللي هي الفاونديشنز. هتلاحظ فيه هنا إن كل السملات اللي موجودة زي ما قلنا هي عبارة عن نوعين بالظبط. أول حاجة التفاصيل، التسليح مثلا الشداد أو الشين واحد، وهو هيبقى الشداد اللي فاصل ما بين قواعد المنشأ هنا والقواعد بتاعة الجار. بعد كده عندي كل تفاصيل التسليح من تصنيف ميم واحد، اللي هو عبارة عن كام قطاع 30 في 60، واخدة تسليح علوي سفلي وعلوي 4 فاي 16 وعلقات 8 فاي 8. زي ما هنبص في الرسم هنلاقي ان كل السميلات اللي موجودة عندي في الموديل هتبقى عبارة عن نوع واحد بس، ما عدا السميل اللي هيشيل اشاير بادي السلم، ده هيبقى من قطاع ميم اتنين، وده هيبقى ارتفاعه متغير زي ما هو واضح عندنا في القطاع ده. هنروح لتفاصيل تسليح ميم اتنين، ده بسكيل 1 لـ25. هتلاحظ ان هو 30 العرض بتاعه، لكن الارتفاع عبارة عن بعد متغير، لان هو هيفضل يعلى معانا لغاية ما نوصل لمنسوب بداية السلم اللي احنا هنتكلم عنه في درس جاي ان شاء الله. يبقى احنا زي ما قلنا هنرجع ناخد اللوحة دي، او لوحة اللي هي الكليرد فاونديشن اللي احنا عملناها قبل كده، ممكن نفتحها على الاوتوكاد برضو. دي اللوحة اللي جاهزة علشان ادخلها على الريفت، واقدر ان انا امشي على حدود السميلات زي ما قلنا علشان احط السميلات في مكانها. ارجع للريفت تاني واروح على ساوث اليفيشن، بحيث ان انا اشوف انا عايز اعمل السميلات فين. احنا قلنا ان السميلات هتبقى في مستوى القواعد، يعني ان انا هقف في الليفل اللي اسمه رينفورسمنت كونكريت، وبعد كده السميلات هتنزل منه لمنسوب القاعدة، لان احنا عندنا القاعدة مثلا بسمك 60 سنتي، ده موحد على كل القواعد المسلحة. في نفس الوقت عندي قطاعات 90% او 99% من السميلات اللي عندي هيبقى ميم واحد اللي هو 30 في 60، وبالتالي انا عندي ان السميلات هتبقى في نفس منسوب القواعد. فبالتالي هقف هنا عند reinforcement concrete وانزل بالقاعدة، وهنتكلم طبعا عن تفاصيل الخصائص بتاعتها واحدة واحدة واحنا شغالين. اول حاجة بضغط رايت كليك على reinforcement concrete level، واضغط على go to floor، اعمل closed windows. طيب يبقى انا كده بيظهر عندي ادي اللوحة اللي انا بستخدمها، وادي السملات، دي طبعا القواعد والاعمدة اللي احنا استخدمناها. اول حاجة هعملها زي ما تعودنا، هروح على البيم وادخل النوع اللي انا محتاجه، هو طبعا هنا مش موجود، فهشاور على اي كاميرا خرسانة واعمل دوبليكيت واسميها بي واحد او جي بي واحد اللي هو جريدد بيم واحد، وحدد العرض بتاعها يبقى 300 ملي والارتفاع ب 600 ملي، واضغط اوكي. يبقى انا كده دخلت نوع الكاميرا عندي. هيتبقى هنا ان انا محتاج اتكلم عن الخصائص بتاعتها شوية. اول حاجة بالنسبة للريفرنس ليفل، اللي هي المنسوب اللي هي هتتنسب ليه او هتبقى منسوبة ليه، وهو هنا طبعا زي ما احنا قلنا احنا هنحطها عند ليفل الانفورسمنت كونكريت، فبالتالي هو ده اللي انا هختاره في الريفرنس ليفل. بعد كده بالنسبة للجيومتريك بوزيشن، اللي هي العناصر او الخصائص اللي بتحدد لي تموضع الكاميرا او مكانها بالتحديد. زي ما قلنا احنا عندنا هنا الواي زي جاستيفيكيشن، اللي هو مكانها بالنسبة لمحور الواي ومحور الزد. هنا هيبقى يونيفورم او اندبندنت. اليونيفورم ده اللي هو هيبقى القطاع منتظم بالنسبة للمحاور المحلية بتاعت الكاميرا نفسها، انما لو عملت اندبندنت هتظهر لك مجموعة من المعايير التانية او من البارامترز التانية علشان تقدر تنسب القيمة للمحاور اللي احنا اتكلمنا عليها. انما اللي احنا هنستخدمه معظم الوقت هيبقى اليونيفورم، مع العلم ان الواي زي جاستيفيكيشن لما بعمله على اندبندنت بستخدمها في حالة لما يبقى عندي مثلا عمود قصير وعمود طويل، وهعمل كاميرا مايلة توصل ما بينهم، فبالتالي منسوب الكاميرا عند البداية حاجة وفي نهايتها حاجة تانية، وهكذا بالنسبة للعكس. طيب احنا هنخلي دي يونيفورم. هيتبقى عندنا الواي جاستيفيكيشن، اللي هو انا عايز الجزء الرأسي او حركة الكاميرا بالنسبة للمحور الرأسي هتبقى عاملة ازاي. هنخلي الاورجن ولا الليفت ولا سنتر ولا الرايت، دي هنتكلم عنها واحنا بنرسم الكاميرا باذن الله، بحيث ان هي تبقى واضحة قدامنا هي والاوفست. طيب هيتبقى عندي الزي جاستيفيكيشن، اللي هو المحور العمودي على المستوى اللي انا هحط فيه الكاميرا، وده بيبقى الزي جاستيفيكيشن بيحدد لك برضو اذا كان الاورجن او توب او السنتر او البوت. ده معناه ايه؟
انا دلوقتي عايز، انا شغال في منسوب الريفورسمنت كونكريت، عايز ان السطح العلوي بتاع الكمره بتاعه السمل يبقى هو اللي على الليفل ده او ليفل الريفورسمنت كونكريت، وبعدين ينزل الدبس بتاع الكمره تحت. فهضطر ان انا اقول هنا الزي جاستيفيكيشن، بقول له توب، يبقى انا كده بقول له حط لي السطح العلوي بتاع الكمره عند المنسوب اللي انا شغال عليه دلوقتي. طيب لو انا غيرت دي، طب نعملها الاول بس كده اللي هي reinforcement concrete، نغير الماتيريال نخليها custom place concrete، اضغط اوكي. هاجي بعد كده هشتغل على البيم السيمبل ده في الجزء اللي تحت خالص على الشمال، وليكن عايز اعمل، انا عندي دي الكاميرا اهي بتبدأ من هنا وبتنتهي هنا، اضغط على بيك لاين واحدد العناصر اللي عندي فيه الاوبشن بار. زي ما قلنا هو هيبقى منسوب الريفرنس ليفل، ممكن ان انا احدد الاستراكشر يوزاج اللي هو الاستخدام بتاعها هتبقى اذر. بعد كده ال 3 دي سنابنج دي بستخدمها لما باجي اعمل زي ما قلنا كاميرا هتتحرك من منسوب لمنسوب تاني، او كاميرا هتبقى واصله بين عمودين واحد قصير والتاني طويل، بحيث ان هو يبقى الكاميرا مايله ما بينهم. فهعمل ان انا هضغط على البيك لاين ده واشوف ايه اللي هيحصل. طيب ايه اللي حصل قدامنا دلوقتي؟ هنغير بس الشكل بحيث ان احنا نبقى شايفين الماتيريال المميزة. بيبقى عندنا ان الكاميرا اهي، الخط اللي في النص ده هو خط السنتر بالنسبة لها. انا عايز اوصل لشكل واضح ليها. طيب هي دي الكاميرا. طيب ماشي، يبقى انا عندي هنا ان ده الجزء دي كده الكاميرا اللي احنا عملناها، ممكن انا اشوفها مجرد ما اضغط هنا، هي دي الكاميرا اللي هي باللون الازرق ده دلوقتي. وخط السنتر بتاعها اللي انا ضغطت عليه ده الخط السنتر الخاص بالكاميرا. طيب وده بيتحدد منين، او قيمته بتتحدد منين؟ من الواي جاستيفيكيشن اللي هو المحور بتاعها. لو انا حددت الليفت يبقى الخط اللي انا هضغط عليه علشان ارسم الكاميرا هيبقى هو الجزء الشمال بتاعها، ولو انا ضغطت على الرايت هيبقى هو الجزء اليمين بتاعها او في اتجاه اليمين. يعني الكاميرا بقول له اعمل لي الكاميرا دي على يمين الخط اللي انا هشتغل عليه او اللي انا هضغط عليه. نحذفها ونتأكد تاني. احنا عندنا دي دلوقتي لوحة الاوتوكاد، ده دول محاور، محاور الاكسات اللي احنا بنشتغل عليها، ودي كده الكاميرا اللي انا عايز اعملها. وبروح على اداة البيم وافتح البيك لاين، وبالنسبة للواي جاستيفيكيشن بقول له اعمل لي كاميرا على يمين الخط اللي انا هضغط عليه، بقول له دي خليها لي رايت واشاور على الخط، هيعمل لي كاميرا على يمين الخط بالظبط. طيب اشوفها واتاكد منها، ان انا اضغط عليها هتظهر لي الكاميرا من هنا لهنا زي ما احنا قلنا من الضغط على الخط. نروح على الثري دي فيو علشان نشوف احنا عملنا ايه، ونتكلم على الجزء التاني من العناصر او الاوبشنز اللي احنا بنستخدمها. ادي الكاميرا اللي احنا عملناها اللي هي الموجودة هنا. نفعل الشادوز بحيث ان احنا نبقى شايفينها موجودة فعلا. طيب ادي ده كده نخليها شيدد كده هتبان افضل. طيب احنا عندنا زي ما قلنا دي الكاميرا اللي احنا رسمناها اللي هي هتبقى السمل اللي واصل ما بين الاواعد وبعضها. طيب الفكرة كلها هنا في ايه؟ احنا خلصنا كده الواي جاستيفيكيشن وعرفنا ان هو المكان اللي انا برسم فيه الكاميرا. بالنسبة للزي جاستيفيكيشن احنا عملناها هنا توب. ليه؟ لان انا واقف عند منسوب الرينفورسمنت كونكريت قلت له اعمل لي الكاميرا، ابص عليها من الجنب. تمام، ده شكل الكاميرا من الجنب بالظبط اللي هي واصلة بين القاعدتين دول. زي ما قلنا انا واقف هنا عند المنسوب اللي هو فوق اللي هو الرينفورسمنت كونكريت، وبقول له خلي لي الزي جاستيفيكيشن اللي هو السطح العلوي بتاع الكاميرا عند المنسوب ده. لو انا خليت دي بوتوم ساعتها هيرفع الكاميرا لفوق ويخلي المنسوب او السطح السفلي للكاميرا هو اللي موجود عند المنسوب اللي انا اشتغلت عليه. تمام، يبقى انا كده رفعت الكاميرا للجزء اللي فوق. لما حددت الزي جاستيفيكيشن يبقى انا بحدد تموضع الكاميرا او مكانها بالنسبه للمحور العمودي على المستوى اللي انا برسم فيه. فبالتالي انا طبعا عايز اعمل العكس، فهنزل الكاميرا دي لتحت من خلال ان انا اخلي التوب سيرفيس للكاميرا او السطح العلوي للكاميرا هو اللي موازي للمنسوب اللي انا بشتغل عليه هنا اللي هو رينفورسمنت كونكريت. خليه توب
كاميرا بترجع في مكانها. طبعا مش صح ان انا اسيب الكاميرا من حدود القاعده للقاعده، لان هي على الطبيعه هتتنفس كده بالفعل، والاتنين نفس الماتيريال، فبالتالي مش هيبقى في بينهم اي مشكله. لكن الصح ان انا بكملها من العمود للعمود. فهاجي عند الرينفورسمنت ليفل واشاور على الكاميرا وامدها لغايه لما توصل لغايه نص العمود، وهكذا بالنسبه للجزء التاني. يبقى انا كده وصلت الكاميرا لنص العمود. طبعا هنا الخط بتاع الكاميرا اللي هو الازرق ده اللي بيحدد لك الطول بتاعها. طبعا هنا هيبان من اوله لاخره، من نقطة بداية ونهاية الكاميرا. لكن هنا في الجزء التداخل الخاص ما بينها وبين القاعدة مش هيبان، لان طبعا الاتنين من نفس الماتيريال اللي هي خرسانة هتتصب في الارض في الموقع اللي هي كاستم بليس كونكريت، فبالتالي مش هيبقى شكلها واضح التداخل اللي ما بينهم. ممكن نشوفها في الثري دي زي ما قلنا اهو. يبقى انا كده ضمنت ان الكاميرا بتاعتي واصلة من السميل من العمود للعمود. هتلاحظ ده من الخط الازرق اللي هو بيوضح الحدود بتاعت الكاميرا بادئة منين وهتنتهي فين. مش صح ان انا اسيبها على حدود الاواعد، لازم ان انا امد الكاميرا من العمود للعمود، لان هو التسليح هيمشي كده، هيمشي جوه القاعدة ويتخطى العمود كمان بمسافة معينة. فاحنا بنوقف الهيكل او البنية الفيزيائية بتاعة الكاميرا عند الجزء ده، وبعد كده لما نيجي نعمل التسليح بنمده جوه القاعدة بالمقدار اللي الكود بيقول عليه. بنفس الطريقة هبدأ اعمل كل القواعد او السيميلات اللي انا هستخدمها. هخلص زي ما قلنا البلوك ده، وبعد كده هستخدم السيمترية اللي موجودة في المشروع بتاعي. هرجع على reinforcement concrete، عندي سيميل هنا برضو عايز اعمله اهو. باجي عند البيم واضغط الزي جاستيفيكيشن بخليه توب، والواي جاستيفيكيشن مثلا هخليه رايت، واعمل بيك لاين واضغط. الاحظ هنا عمل لي الكاميرا اهو، لكن انا محتاج امدها من العمود للعمود. فهنجرب طريقة تانية، نسيب دي زي ما هي دلوقتي، نروح على البيم ونجيب البيك لاين علشان اعمل السميل التاني اللي هو ده، بحيث انه يعمل لي الكاميرا دي، واجي عند السميل ده واعمل السميل ده. طيب لو انا جيت ضغطت على خط وعمل لي الاتجاه الخط العكس، او انا مثلا ضغطت على الخط ده وبدل ما يعمل الكاميرا عند الرايت زي ما هو بيقول، ممكن ان انا اعكسها على طول من هنا، او ان انا اضغط كنترول زد هيلغي لي اخر خطوة انا عملتها مثلا اللي هي الكاميرا دي. انا عايز اعمل الكاميرا موجودة عند الجزء ده، هرجع عند الستراكشر بيم واخليها قيمة ليفت، لان دي بتختلف حسب اذا كنت انت في منسوب او في بتعمل تضغط على خط عمودي او على خط مايل، واضغط ضغطة واحدة كده هيعمل لي الكاميرا في مكانها الصح زي ما انا شفتها دلوقتي. فبالتالي ممكن اروح على ال 3 دي فيو اشوف انا وصلت لفين. يبقى انا كده ماشي صح ان انا نفذت الكاميرا اللي انا محتاجه او السيميلات اللي انا محتاجها، وفي نفس الوقت اللي ناقصني ان انا امد القواعد او امد السيميلات انها تتلاقى مع بعضها. ممكن هنا ان انا استخدم امر تريم اكستنت من خلال تاب الموديفاي واشاور على الكاميرا دي مع الكاميرا دي، فهيظهر لك خط داش بيقول لك ان هما هيتقابلوا فين بالظبط. تمام، طبعا هي بما انها متداخله مع القاعده في نفس المنسوب فمش هيظهر لي اي تداخل بينهم هنا، وهكذا بالنسبه للكاميرتين دول هما اوريدي متوصلين مع بعض. واكملها مع الكاميرتين دول ودي ودي كمان. يبقى انا كده ضمنت ان البنية الفيزيائية بتاعت السيميلات مرتبطة بالكامل مع القواعد، وان اطوال السيميلات داخلة عندي من العمود للعمود زي ما التسليح بتاعي هيمشي، بحيث لما اجي اعمل التسليح يقدر يتحرك جوه القواعد براحته. في نفس الوقت بالنسبة للكاميرا دي هتلاحظ ان هنا الطول بتاعها وقف لغاية الجزء ده، لان احنا عملنا لها تريم اكستند مع الكاميرا دي. هتلاحظ هما الاتنين واقفين مع بعض هنا، انما دي كاملة زي ما احنا قلنا، فبالتالي هضطر ان انا اكمل دي لجوه في حالة انها هتتوصل مع العمود. لكن طبعا هنا هي مش هتمشي على محور العمود زي ما باين كده في التخطيط، ان انا عندي الكاميرا دي مش هتبقى على استقامة العمود او على استقامة المحور بتاعه. طيب
عشان نتأكد من الكلام ده ونشوف هل هو صح او غلط. احنا زي ما قلنا عندنا ده المسار بتاعها، نحذف دي. هتلاحظ هنا دي لوحة الاوتوكاد بتحدد لي المكان اللي انا هشتغل عليه فيه السيميلات، فبالتالي يبقى انا عندي غلطة لازم اصلحها بان انا احدد المكان بتاع القواعد صح او السيميلات صح. فاحنا هنشتغل مثلا في ال 3D فيو بحيث ان احنا يبقى الرؤية واضحة اكتر من ال reinforcement level اللي انا كنت شغال عليه. طيب هروح دلوقتي اعمل سيميل جديد من خلال تاب structure، اضغط على البيم واجيب البيك لاين واشاور على الخط ده، هيعمل لك السميل في مكانه زي ما احنا قلنا. وبعد كده اجيب السميل الرأسي اللي هو في الجزء ده، يبقى انا كده لغاية دلوقتي شغال صح. واجيب السميل الاخير، يبقى انا وصلت السميلات كلها على مسار اللوحة بتاعة الاوتوكاد بالظبط. اضغط موديفاي، هتلاحظ هنا ان الكاميرا دي انتهت قبل ما توصل للعمود، لكن هي اصلا المفروض تبقى على المحور بتاعه. فانا هعمل تريم اكستند للكاميرا دي مع الكاميرا الأخيرة، يعني الكاميرا دي هعمل لها تريم اكستند مع الكاميرا دي، تمام. وبعد كده باجي على الكاميرا اللي أنا عايز أكملها لغاية محور العمود أو لغاية منتصف العمود وأسيبها، يبقى أنا كده وصلتها لغاية سنتر العمود زي ما احنا اتفقنا. وأضغط على 3D علشان أشوف أنا وصلت لفين دلوقتي، يبقى انا كده تمام ماشي صح ان الموديل بتاعي او العنصر بتاعي ماشي مع البنية اللي انا محددها على الستايل بتاع او على فايل الكاد. هنلاحظ هنا في حاجة ان احنا عندنا القواعد فوق او السيميلات موجودة فوق المنسوب اللي انا محتاج اشتغل عليه، ده معناه ان احنا ما عدلناش الزي جاستيفيكيشن بتاعها. انا بتعمد اعمل الحاجات دي تحديدا علشان خاطر نبقى عارفين ايه المشكلة وايه طريقة حلها لما بتحصل معانا. مطلوب مني ان انا انزل القاعدة دي اخلي السطح العلوي بتاعها هو السطح العلوي للقواعد المسلحة، فبالتالي هعمل ان الزي جاستيفيكيشن هيبقى التوب بدل ما هيبقى البوتوم بتاعها، تمام. طيب الغيها وابدأها على نظافة كده من اول وجديد، ماشي. هاجي بعد كده ممكن ان انا ارجع للرينفورسمنت كونكريت ليفل تاني بحيث ان هي هتبقى واضحة برضو قدامي. دي كده اخر السيميلات احنا عملناها اللي هما الاتنين دول. عايز اعمل السيميل ده، افتح الستراكشر تاب واضغط على بيم واجيب البيك لاين بحيث ان انا هختار خط، اتاكد من ان الجي الزي جاستيفيكيشن هيبقى عندي التوب والخط مثلا هيبقى الليفت حسب ما احنا هنجربه دلوقتي. اضغط ضغطة واحدة بالفعل هيجي في مكانه الصح، يبقى ادي البيم بتاعي اوصله لنص العمود لغاية لما يظهر لي خط الداش بتاع الكاميرا التانية، وهكذا هوصل ده لغاية المحور مثلا بحيث انه يتقابل مع العمود. بعد كده فاضل لي السميل الرأسي ده، بس قبل ما اعمله هروح ابص على السميل اللي انا عملته ده في ال 3D فيو. يبقى انا كده تمام ماشي صح، السميلات اتعملت موجودة في المنسوب بتاع القواعد وفي نفس الوقت متداخلة معاها لان هي نفس الماتيريال. ممكن ان انا الغي الحد اللي ظاهر عندي في القاعده والسمل من خلال ان انا اروح على الموديفاي واضغط على جوين جيومتري واوصل ده بده. لو ما جاش عنصر ان انا اختاره، لو شكل الكاميرا ما ظهر ليش ان انا اختاره، يبقى بالتالي هم اوريدي متوصلين، فهضطر استخدم اداه تانيه اللي هي سويتش اوردر او جوين اوردر بحيث ان انا اقول له مين اللي ليه اولويه على التاني. هقول له ان البيم هو اللي هيبقى ليه اولويه عن القاعده مثلا، هتلاحظ ان البيم بقى هو اللي مستمر جوه القاعده، لكن طبعا بما ان في الواقع القاعده هي اللي بيبقى ليها الاولويه فبختار القاعده بقول له ان دي اول حاجه ليها اولويه عن البيم، فهيبقى القاعده هي اللي البنيه بتاعتها كامله زي ما احنا شايفين والسميل هو اللي هيتقطع بيها. اروح بنفس الطريقه علشان اكمل كل السيميلات اللي باقي عندي، ارجع على reinforcement concrete. انا كده خلصت الليفل ده او خلصت الكاميرا دي، محتاج ان انا اعمل الكاميرا الرأسية اللي هنا structure beam back line واشاور على الخط، يبقى انا كده عملت الكاميرا زي ما انا محتاجها بالظبط.
اهم حاجة اشاور على الكاميرا واعمل اكستند لغاية نص العمود. يبقى انا كده وصلتها صح. ارجع على 3D view بحيث ان انا اشوف انا عملت ايه. يبقى انا كده تمام مظبوط. شاور على الكاميرا هتلاحظ ان دي بدايتها اهو لغاية نص العمود اللي انا شغال عليه. لو جبتها من فوق تمام، يبقى انا كده العمدان في وضع مظبوط مع محاور بتاعة القمر والسيميلات اللي انا هستخدمها. طيب هبدأ بعد كده اكمل الجزء التاني الخاص بالسيميلات. في سيميل هنا برضو لازم اعمله، فهاجي على structural اضغط بيم بيكلاين واقول ان الزي جاستيفيكيشن ده هيبقى التوب والواي جاستيفيكيشن هيبقى الليفت، واضغط هنا تعمل لي السميل بتاعي، واضغط لغاية ما اكمل نص العمود وهكذا لغاية ما توصل للعمود بتاعي. تمام، هنا طلعت لي في نص القاعدة بس من فوق، مع ان الزي جاستيفيكيشن معمولة على التوب. طب ليه الكلام ده؟ لان احنا رسمنا الكاميرا او رسمنا البيم في الثري دي فيو، فبالتالي لما باجي اعمل كده البرنامج اوتوماتيك بيفعل خاصية الثري دي سنابينج، فبيقرأ المنسوب اللي انا بضغط عليه هو منسوب رقبة العمدان اللي انا بشتغل عليها، لكن طبعا ده انا مش عايزه. فممكن احل المشكلة دي من خلال حاجة بسيطة، ان انا بديها زي اوفست بمقدار العمق بتاعها او الدبس بتاعها بس بالقيمة السالبة، لان انا بقوله نزلها لي 600 ملي فهتنزل لتحت في مكانها بالطول بتاعها او بالدبس بتاع الكاميرا. فبدل ما اعمل حاجة زي كده واضطر ان انا افضل اكررها كل شوية، احنا هنلتزم باننا نرسمها في الرينفورسمنت كونكريت ليفل، وفي نفس الوقت نتجنب اي بيانات او اي تعديلات من قيم الاوفست اللي احنا اشتغلنا عليها هنا، بس هنسيبها عشان تبقى مثال على طريقة الشغل. ده سميل هكرره باستخدام البيك ميرور اكسس، واضغط هنا هيعمل لي سميل الناحية دي زي ما حضرتك شايف. بعد كده بروح على البيم. احنا بحاول اتكلم عن اكتر من طريقة لاداء نفس المهمة بالظبط. هوصل هنا بالسنتر بتاع العمود، واتأكد ان انا لازم اكون على استقامتي ان البيم ما يميلش مني لا يمين ولا شمال. يبقى انا كده خلصت ده وخلصت ده. ارجع على 3D view بحيث اشوف انا وصلت لفين، واضغط هنا على الفيو كيوب على التوب بحيث ان انا اشوف انا وصلت لايه مع السيميلات. يبقى انا خلصت الجزء ده، ده كله كده خلص، فاضل لي السميل اللي هو هنا والسميل ده، وبعد كده هكمل الجزء اللي فوق. فهبدأ ارجع على reinforcement concrete، او ممكن حتى افتح المشهدين مع بعض من خلال ان انا اضغط على WT من الكيبورد واعمل ZA بحيث ان هو يعمل زوم اول تو فيت، يبقى في حجم ملء الشاشة، واظهر هنا السيميلات او الركن اللي انا بشتغل عليه، وهنا الجزء اللي انا هستخدمه بس عشان يبقى عندي اي بيانات او يظهر لي الشكل اللي انا شغاله او اللي انا عملته مباشرة في الـ 3D view. طيب احنا قلنا ان احنا فاضل لنا السنتر او الهوريزونتال بيم اللي هو موجود ما بين القاعدتين دول. هروح على البيم واضغط على بيك لاين، وبعدين اضغط هنا على اللاين ده او اللاين ده على حسب القيمة اللي انا بعملها في الواي جاستيفيكيشن. هتلاحظ ان هنا في الثري دي اتعملت مباشرة، وهنا البيانات بتاعتها زي ما احنا قلنا هتبقى مظبوطة وفي مكانها الصح. اللي انا محتاجه ان انا امد دي لغاية ما تلاقي نص العمود على استقامتها لغاية محور الخاص بمنتصف العمود علشان لما اجي اعمل التسليح. تمام، طيب بعد كده محتاج ان انا اي تداخل الاول ما بين الكامرتين، سواء ان انا وقفت الكاميرا دي هنا او هنا مثلا بحيث انها تبقى متداخلة مع البيم الرأسي ده،
مش هتفرق معايا في حاجة، لأن كده كده أي قيمة هتتشال من هنا، أو لما أجي أعمل مثلا حصر كميات للخرسانة، لما يبقى في أي تداخل خاص بالكمرتين دول بالشكل ده مش هيفرق معايا، لأن كمية الخرسانة اللي هتتشال أو هتزيد على الكمرة دي هي اللي هتتشال من الكمرة دي. ولو رجعت دي كده نفس الموضوع كله هيبقى سيان، لأن القيمة دي هتفضل زي ما هي لكن دي هتقل شوية، فهتلاقي إن الموضوع كله نسبة وتناسب، والدقة برضه هتبقى هي أساس الموضوع. فممكن إن أنا أعمل تريم اكستند ما بينهم، لكن أنا مش عايز أعمل ده علشان الكاميرا دي ممتدة في الاتجاه الرأسي لفوق، فبسيب الاتنين على كده وبضمن بس إن أنا أعمل تداخل ولو صغير ما بين البنية بتاعت الكاميرتين أو السملين زي ما احنا بنسميهم. بعد كده اروح اعمل السملات الصغيرة اللي فوق، وانا عندي سمل 30x60 في الجزء ده، واضغط على باك لاين نفس الموضوع، همد السمل لغاية ما اقابل نص العمود كده، واعمل جزء صغير متداخل مع القاعدة، لاحظ ان هنا القاعدة السمل ما جاش في مكانه، فهغير الواي جاستيفيكيشن من الواي اخليها للرايت، يبقى الكاميرا جت في مكانها فوق المخطط بتاع الكاد مخصوص او فوق مسارها على برنامج او على لوحة الاوتوكاد. عايز اعمل السمل ده بروح على ستراكشر بيم واضغط على بيك لاين واشاور على السمل اللي انا هعمله، مادام طلع فوق كده ممكن اضغط كنترول زد والغيها واضغط على الخط اللي تحت هيعملها لي فوق. زي ما قلنا دي بتختلف على حسب ما انت بتضغط على خط رأسي او على خط افقي، واوصل السنتر لغاية سنتر العمود، اوصل هنا برضو نفس الموضوع لسنتر العمود، لان كده كده التسليح السميل ده هيتحرك ما بين العمدان وهيتخطى مساحته جوه الاواعد كمان. نعمل زوم صغير هنا بحيث ان احنا نشوف ايه اللي احنا عملناه. يبقى دي السميلات الجديدة اللي احنا وصلنا ليها. اللي انا محتاج اعمله دلوقتي ان انا اعمل السميل الصغير ده مع ده والسميل ده كمان اللي هما موجودين في الجزء ده. اول حاجة هعملها هعمل السميل الكبير ده، انا عندي اوريدي ده كده خلصان تمام، ده لسه وده لسه، يبقى هبدأ بالجزء ده الاول، فهضغط على البيم بيك لاين واضغط على الكاميرا، يبقى انا كده عملت الجزء الاولاني منها، هوصله لغاية مكانه كده بالظبط عند الخط ده. خلي بالك ان هو هنا ظاهر فراغ لان كده كده لسه في سمل هيتعمل في الجزئية دي، كده 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 لسه في سمل اللي هو هيتعمل على العرض بتاع القاعدتين دول، فهيقفل مع السمل الرأسي ده. هنشوف الكلام ده دلوقتي توضيحا. انا عندي سمل هنا كمان عايز اعمله، بضغط على ستراكشر والبيم بيك لاين واروح على السمل ده، يبقى انا كده عملت السمل بتاعي اللي انا محتاجه، وفي نفس الوقت همد المسار بتاعه لغاية لما يتلاقى مع نص العمود اللي قصادي ده مثلا، وهكذا لغاية لما يجيب المحور ده، بحيث ان اضمن ان هو يتدخل مع اي سمل جديد انا هعمله. بعد كده عندي السمل الرأسي ده، هضغط structural بيم بيك لاين واشاور على السمل واكمل لغاية نص العمود زي ما قلنا. هتلاحظ ان هو اتعمل عندي هنا في الرسمة. بعد كده اضغط كنترول زد عشان دي خطأ. تمام، فاضل لي السميل الرأسي ده، هضغط على بي واجيب البيك لاين واختار الخط مثلا ده، هيعمل لي السميل بتاعي في مكانه، شاور عليه وامده لغاية ما يقابل المحور اللي بيقابل نص العمود تمام، وهكذا. يبقى انا كده خلصت الجزء الاولاني من السملات. اراجع بس ايه اللي ناقص، في هنا سمل صغير اهو والسمل العمودي ده، انزل تحت
هلاقي ان في استمال اللي جاي من اخر قاعدة صغيرة اللي هو الجزء ده، اضغط على بيم بيك لاين شاور على الخط، هيعمل لي استمل في مكانه، هكمله لغاية نص العمود فوق وتحت.